إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نصور فيلا بحمام سباحة 1000 متر. ده الشارع حي الفيلات، حي الفيلات ده مدخل الفيلا كده. زي ما احنا شايفين الفيلا 3 أدوار، أرضي وأول وتاني، جاردن كبيرة، جاردن كبيرة وفي حمام سباحة طبعا. فيلا ما شاء الله تشطيب ألتر سوبر لوكس، فيها سيستم كاميرات مراقبة. حمام السباحة هناك اهو، مدخل الفيلا. هنا ممر، ده ممر حوالين الفيلا كده. وفي اوض غفير ورا هنا برضو، في اوض غفير هنا، اوض الحارس. تصور بقى هنا ايه الجنينة، ده الجاردن بتاعنا. وهنا زي فراندا، زي ايه قاعدة هنا على الجنينة، وحمام السباحة اهو. ده الجاردن، الفيلا كاملة عدادات، كل ده تبع الفيلا. الفيلا في حل الفي في حل في حي فيلات كله. وهنا في شواية وحمام السباحة. الفيلا مرخصة طبعا وكاملة عدادات، 1000 متر قابل للزيادة وقابل للنقص. الفيلا يعتبر خطوات للبحر. نخش نصور الفيلا من جوه. كل ده تبعنا؟ كل ده تبع الفيلا. دي جنينة تانية حديقتين يعتبر تبعنا؟ ودي تبعنا برضو، يعني الحتة دي كلها تبع الفيلا، مسجلة تبع الأرض. دي جنينة فواكه غير دي، يعني فيها 3 حدائق كده، 3 قطع حديقة كده. دي واحدة اهي وما بينها سور، والتانية دي تبع الأرض برضو، دي مسجلة مع الأرض برضو، حتتين حديقة. وهنا هو التالتة اهي اللي احنا الأولانية، المدخل بحمام السباحة. وهنا بقيه الممر بتاعنا اللي هو الباب دوت. لا لا الباب ده تبعنا، ودي الفيلا هنا وهنا. يعني كده احنا عندنا 3 قطع جنينة، دي واحد ودي التانية اللي احنا فيها والجاردن اللي بره. كل ده وحمام السباحة اهو شغال طبعا. وادي الجاردن كله، وادي مدخل الفيلا. نخشوا دلوقتي، ده مدخل باب الفيلا كده لما دخلنا. ده الدور الارضي، ده دي المطبخ امريكان. هنا الصالون، عندنا الصالون كله. وده السلم اهو بيطلعنا على طول. وهنا الحمام، حمام الضيوف. تشطيبات زي ما قلنا الترا سوبر لوكس. ده
ده الدور الارضي وهنا السلم اهو بيطلعوا عليه. الدور اللي فوق نفس التشطيب ونفس المساحه، مساحه اكبر طبعا فوق. هنا يعتبر الصالون بتاعنا في ازاز سكوريت. ده الصالون اهو عشان يبقى على الطبيعه، كل حاجه على الطبيعه. طبعا كل ديت مطلتها حمام السباحه والجاردن. عشان نقدر بس نصور فوق ده كده. احنا في الدور الارضي في الفيلا. الفيلا فيها 3 قطع جاردن. زي ما قلنا احنا كده اهو، هنا في حتتين جنين فواكه، طبعا الفيلا كلها مزودة بكاميرات مراقبة وسلك شائك فوق.